ومعنا في الاستديو الكاتب الصحفي الولي والسيدي هيبة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني كتلة الوفاق الوطني بأحزابها الثلاثة تعلن مشاركتها في الحوار السياسي، طبعا المرتقب بعد كتلة المعاهدة التي أعلنته سابقا. يعني إلى أي حد قد يعطي هذا دفعا جديدا للحوار؟ أعتقد أنه يعطيه إلى حد بعيد، ذلك بأن إنها إرهاصات فسيفساء حوار تتشكل، ذلك بأن توجه إلى هذا الحوار بدأ يأخذ زخما حقيقيا، بما يوحي بأن الاستجابة إليه قد تكون أكثر أهمية مما هو ملحوظ الآن. طيب، يعني هو كتلة المعاهدة والوفاق المعلنتين عن مشاركتهما، يعني البعض لا يعتبر مشاركتهما بالجديد، يعني لكن إلى أي حد تعكسان جزءا من قوة المعارضة في البلاد برأيك؟ من له الحق بأن يقول بأن مشاركتهما جديدة وغير جديدة؟ هذه مواقف سياسية يعبر عنها أصحابها متى شاءوا، وإن أرادوا أن يكررها أكثر من ذلك. المهم هو أن هذه الاستجابة جاءت لدعوة إلى حوار مرتقب. طيب، إلى أي حد مثلا يعني هذا هاتان الكتلتان تعكسان جزءا من قوة المعارضة في البلاد؟ لا شك أنهما تعكسان جزءا منها، وإن لم تكونا تعكسا كل طبعا كل الطيف المعارض، ذلك بأن الأحزاب المتبقية والممانعة ما زالت موجودة، منها القوي ومنها ما له كلمته في الساحة السياسية. ولكن رجوعا إلى هذه الأحزاب، هي كذلك لها وزنها ولها قطعتها من هذه من هذا الجزء من المعارضة، وبالتالي توجهها إلى حوار شيء أعتقد أنه يجب ذكره، وذكر أنه يدخل في صميم بعد قراءة واعية ودراسة. في هذا السياق، إعلان اثنين من أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهما التجديد الديمقراطي وقوس قزح يعني عن مشاركتهما أيضا في الحوار، طب إلى أي حد برأيك يؤثر ذلك على الموقف العام للمنتدى؟ لا شك أن أي انفصام عن المركبة هو بحد ذاته صفعة. قد يقال بأن حجم هذه الأحزاب لا يؤثر في الكتلة عموما، لكن إن عدوا كأحزاب وهم كذلك وانفصموا عن المركبة، أعتقد أن ذلك يعتبر انفصاما عن هذه الكتلة ويعتبر صفعة لها. كيف يمكن لذلك أن يؤثر في المنتدى؟ يعني بالتأكيد سيؤثر فيه، لأنه قد يعطي المثل ويشجع أحزابا أخرى على الإقدام إلى هذا الحوار، بحيث أن بالنهاية بعض الفاعلين السياسيين يريدون الحضور في كل ما من شأنه أن يرفع من مستوياتهم السياسية ومستويات مشاركتهم في الفعل السياسي. إذن قد يكون هذا إنذارا لأن أحزاب أخرى قد تفكر هي كذلك في أن تلتحق بفسيفساء الحوار التي بدأت تتشكل بألوان مختلفة. برأيك في هذا السياق تحديدا، برأيك كيف يمكن، هل يمكن للمنتدى أن تكون لديه مثلا ردة فعل على هذا، أو تكون طريقة مضادة وأسلوب مضاد للوقاية من هذا التفكك في المنتدى؟ يعني سياسيا ليس له الحق في ذلك. الذي له فيه الحق هو أن يظل يرص صفوفه ويظل يوحد يعني بهذا حول السياق، إذا فعل ذلك فسيكون في هذا السياق. إذن يجب أن يحافظ على ما المتاح له في هذا الصدد. أعتقد أن السياسة فن الممكن كما يقال، وإذا ما استجدت مرونة في التعاطي السياسي قد يصححون بعض المسار الذين هم متجهين فيه ويصوبوا مواقفهم السياسية. طيب، ليرى كتلة قوية. طيب، تجاوز الحوار لموعده المعلن من طرف رئيس الجمهورية، يعني عما يعبر؟ هل مثلا يشكل نقطة قوة للمعارضة المقاطعة برأيك؟ لا أعتقد أن صاحب القرار هو رئيس الجمهورية. أعلن بشكل غير محدد في خطابه بأن هذا الحوار سيقوم لاحقا، يعني في حدود 3-4 أسابيع.
حدود 3 4 أسابيع وقد انتهت. قد تكون يعني هل 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 برايك يعني لا قد يعطي هذا نقطه قوه وشكل نقطه قوه بالنسبه للمعارضه المقاطعه، قد تستغل هذا يعني وحدد قال 3 أو 4 أسابيع على الاقل. لا اعتقد ان هذا يشكل نقطه قوه للمعارضه بقدر ما لا اعتقد انه يستفيد من هذه النقطه تجاوز. لا اعتقد ولا اعتقد انه يشكل نقطه ضعف للرئيس. هو يتحكم في وقته، يتحكم في مواقفه السياسيه، قد يعلن بان هذا الحوار سيتم في غضون اسابيع فيزيد على هذه الاسابيع نظرا لمستجدات يعني سياسيه. كونوا انتم قلتم يعني ما افق الحوار انطلاقا من الخارطه الحاليه يعني للمشاركه والمقاطعه. انا كما اقول دائما بان الحوار هو السبيل الوحيد الى حلحله كل المشاكل السياسيه، ولا بد ان تكون ثمه جرعه من الشجاعه ومن الاقدام الى هذا الحوار. قلت بان الحوار لا ينقص من المبادئ ولا يغير في المواقف، المهم ان تكون المشاركه على قدر ما يؤمن به المشارك من افكار ومن طروحات سياسيه، المهم ان يقدم الى هذا الحوار بهذا الثوب وان يطرح ما عنده وان يقف عند مواقفه اذا كان يرى انها مواقف ثابته وصحيحه. طيب السيد الكاتب الصحفي لؤي السيدي هيبه، شكرا جزيلا لك. شكرا. عافيك.